لمناقشة التطورات في أفغانستان والرسائل التي بعثتها حركة طالبان من خلال مؤتمرها الصحفي، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد كامل. مرحبا بك معنا سيد أحمد. مرحبا. بداية، ما انطباعاتكم عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة حركة طالبان، وهو يعد الظهور الأول له منذ 20 عاما؟ اطمأنت دول العالم بأن أفغانستان لن تتحول إلى قاعدة للهجوم عليها. يعني الفكرة بكل بساطة يريد أن يظهر لهم بأنه ليس تنظيم القاعدة وليس تنظيم داعش، يعني لا يريد أن يصدر نموذجه، وإن كان هذا النموذج يعتبر متشددا في كثير من الدول. هو يقول لهم نحن متشددون، ولكن على أنفسنا لن نصدر لكم لا عمليات عسكرية ولن نصدر لكم نموذجنا. وهذا يعني أسلوب مقنع بالنسبة لكثير من الدول. حتى الآن هناك نظرة إيجابية من تركيا، من الاتحاد الأوروبي، من الصين، من روسيا، وحتى في بريطانيا وزير الخارجية قال بأنه علينا أن نتعامل بواقعية. وحتى أقصى التشدد الغربي هو الموقف الأمريكي، يقول سوف نحكم على أفعال طالبان وليس على الأقوال، وهذا تصريح يترك الباب مفتوحا للتعامل مع طالبان. الكل سوف يتعامل مع طالبان في النهاية. حتى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال إن واشنطن على يقين أنه لا علاقة لطالبان بتنظيم داعش، ولكنه طلب أن تواصل إثبات ذلك. السؤال اليوم، هل تغير الفكر السياسي لطالبان؟ هل تعلمت طالبان من تجربتها السابقة على مدار، سواء تجربة الحكم أو حتى قتالها على مدار 20 عام؟ نتمنى ذلك، وهناك مؤشرات على ذلك. مع ملاحظة بأن طالبان منذ البداية، منذ التسعينات، كانت حركة أفغانية فقط، ليست حركة أممية، ليست حركة للتصدير، لا نشاط ولا عمل لها لا في باكستان ولا في إيران ولا في العراق ولا في سوريا ولا في أي مكان آخر. الأفغان يقولون لك هذه حياتنا، ربما لا تعجبك ولكن هذا شأننا، نحن لا نريد تصدير هذا النموذج. فإذا السلوك فيه شيء من الانفتاح، فيه شيء من التغير. وربما لو أن ما حصل في عام 2001 عندما طلب الولايات المتحدة الأمريكية من طالبان تسليم أسامة بن لادن ورفضت، لأن الشرع لا يسمح لمسلم بأن يسلم مسلما إلى غير مسلم، هكذا تحدثت طالبان حينها، أتوقع أنها لن تفعل ذلك الآن. هناك تطور، ولكنه طبعا لا يمكن أن نتوقع قيام حكم ديمقراطي في أفغانستان أبدا، لن يقوم حكم ديمقراطي. في أفضل ما يمكن أن نتوقعه هو حكم توافقي، لويا جيرجا، على الطريقة القبلية التوافقية، ولكن يبدو أن أفغانستان لن تصبح دولة ديمقراطية. الروس حاولوا جعلها دولة شيوعية وفشلوا، والأمريكان حاولوا جعلها دولة ديمقراطية على الطريقة الأمريكية بالأسلوب الأمريكي وفشلوا فشلا ذريعا. هذا الكلام سيد أحمد المهم يدفعني للسؤال، يعني إذا كانت أفغانستان قد اختارت لنفسها أن يحكمها أبناؤها بالطريقة التي بين قوسين تتناسب مع طبيعة هذا المجتمع الأفغاني، سواء يعني بهذا التشدد بين قوسين الطالباني أو بانفتاح أكثر من ذلك، هل الغرب يستوعب الآن هذه المسألة والأمريكان بطبيعة الحال ويتركون الأفغان يحكمون أنفسهم ويتفقون على صيغة ما للحكم وعلى قانون ما لحكم الناس؟ الآن هم مجبرون، يجب أن يعرف السادة المشاهدون أن أفغانستان فعلت ما لم يفعله بشر في هذا العالم كله. أولا، هزمت بريطانيا عندما كانت بريطانيا في قمة قوتها، أرسل البريطانيون جيشا أو حملة عسكرية إلى أفغانستان، والأفغان قتلوا كل الجنود البريطانيين، كل الجيش البريطاني، نجا منه شخص واحد هو
طبيب ليس مقاتل ولا نعرف كيف نجا. كل الحملة أبيدت تماما، وهزم البريطانيون في أفغانستان، وكانت مقدمة لانهيار الإمبراطورية البريطانية في العالم كله. السوفييت فعلوا نفس الشيء، احتلوا أفغانستان وتعرضوا لهزيمة نكراء موجعة ومخزية ومخجلة، وأدت هذه الهزيمة النكراء الموجعة المخزية إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. والآن الأفغان يهزمون الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فقط نجا الفرنسيون من الأفغان. أما كل القوى العظمى التي شهدها العالم في القرن الماضي كلها هزمت في أفغانستان، وما جرى في أفغانستان بالنسبة للأمريكان الآن هو هزيمة. فإذا جوابا على سؤالك، الأمريكان مهزومين ولا يستطيعون أن يفرضوا أي شيء، أقصى ما يستطيعون فعلوه اليوم. نعم، يعني الآن ما بعد سيطرة طالبان، وبطريقة أو بأخرى، هل تتفق أو لا تتفق مع الأطراف الأفغانية الأخرى، لكن هل الغرب وأمريكا ستتركها تحكم بهذه الطريقة، أم أنها ستشترط عليها بعض الاشتراطات وربما تتعرض لعقوبات مثلا اقتصادية أو حصار من نوع ما؟ الأمر متروك للمستقبل، ولكن نعم، ربما يفرضون عقوبات، ولكن لن يستطيعوا وقف طالبان أبدا أبدا. لن تكون هناك عقوبات مؤثرة بشكل كبير على طالبان، لأن العلاقات الاقتصادية ما بين أفغانستان وما بين الغرب ضعيفة ومحدودة، وقدرة العقوبات على إخضاع الأفغان وخاصة على طالبان تكاد تكون معدومة أو ضعيفة للغاية، ولا يمكن أن تكون مؤثرة. هذا إذا تم اللجوء إلى العقوبات. ربما هناك احتمال أن تكون حركة طالبان قد تعلمت الدرس، وهي تقول بأنها تغيرت بشكل جذري، ولكن تبقى طالبان. هي تغيرت وتطورت وأصبحت أكثر مرونة وأكثر قدرة على الدبلوماسية، ولكنها لا تزال حركة طالبان المحافظة جدا جدا جدا، وعلى الطريقة الأفغانية. لن يوقف أحد حركة طالبان، هذا يقين. نعم، لكن بعض الإشارات الإيجابية التي أبدتها الحركة اليوم على لسان المتحدث باسمها بدت يعني نوعا ما تغييرا في سلوكها أو خطابها الإعلامي والسياسي فيما يتعلق بالحقوق، ويعني سواء بالحقوق والحريات بشكل عام أو ما يتعلق بالمرأة وبالعمل وما إلى ذلك. أنا سمعت الكلام، قال بأنه المرأة تستطيع أن تخرج لوحدها من دون محرم، سابقا كان ممنوع أن تخرج من دون مرافق أو محرم، الآن تستطيع أن تخرج بدون محرم، تستطيع أن تتعلم وتستطيع أن تعمل، ولكن عليها أن تلبس الحجاب. وهم مع حقوق المرأة، ولكن نعم، وفق الشريعة الإسلامية طبعا، وفق مفهومهم هم للشريعة الإسلامية. فإذا أكيد في شيء من التطور، ولكنه محدود للغاية. نعم، أشكرك جزيلا السيد أحمد كامل، الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول.